والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لك ريهام ويوسف، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي حول دعم المصريين للمنتجات المحلية، وكشفت نتائج الاستطلاع أن 79% من المصريين يرون أن الدولة حاليا تهتم بجودة المنتج المحلي، كما يرى 80% من المصريين أنها تهتم بالتسويق له، فيما قيم 89% منهم المنتجات المصرية حاليا بأنها ذات جودة. وأشار المركز إلى أن الاستطلاع يأتي في إطار السعي الدائم نحو التعرف على نبض المواطن بشأن مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية، وفي إطار دعم متخذي القرار بشكل مستمر برؤى ومطالب المواطنين وتوجهاتهم. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي، و80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، ترتفع هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، أوضح الملا أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكاملا بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب. وارتفع رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 855.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة. وارتفع مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24.50 جنيها للشراء و 24.57 جنيها للبيع، وسجل اليورو 25.47 جنيها للشراء و 25.56 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29.63 جنيها للشراء و 29.73 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6.67 جنيها للشراء و 6.69 جنيها للبيع. أغلقت سوق الأسهم السعودية والقطرية على تراجع، إذ أثرت حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط وسط قيود كورونا في الصين والمناقشات المستمرة بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي على معنويات المستثمرين. وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.3%، كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.1%، مواصلا خسائره في الجلسة السابقة. وفي المقابل، صعد مؤشر سوق الأول في الكويت بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.15%.
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، مضيفة أنه يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل. ويقول الأوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنعين الأمريكيين في قانون خفض التضخم قد توجه ضربة قوية لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى يوسف وريهام. شكرا ميرنا.